ورجعنا تاني من الفاصل ومعانا ومشرفنا الفنان الجميل محمد ابو سعد. اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك نورني ومشرفنا والله. حبيبي تسلم، ربنا والفنان يخليك. الجميل حمد التايه، اهلا بيك، منورني ومشرفني. صباح الفل. سي ربنا يخليك. صباح الفل عليك. هنطلع نشوف حاجه من اعمالهم ونرجع لبعض تاني. منورني ومشرفني والله. بنورك. شتان الفارق، يعني رومانسي قوي وحبيب قوي وغدار قوي مع الفرق كمان. هو خد بالقلم، الحمد لله انا ما خدتش بالقلم. انا بقى السؤال بقى التقليدي، القلم ده حقيقي ولا بجد؟ القلم ده كان حقيقي قوي قوي. انت شفت انا اول ما المشهد ابتدى انا عملت كده. حسيت بيه. لا حقيقي طبعا، المشهد كان قبل ما نبتدي المشهد على طول ريم كانت قلقانه جدا وقعدت تقول لي هنعمله ازاي، انا ما يعني مش عارفه ازاي هضربك بالقلم. قلت لها لا بصي اضربي. قلت لها اضربي ما يهمكيش. فطبعا هي هي الحمد لله يعني اتاخد وان شوت ولا اتعاد كذا مره؟ هو ما اتعادش، بس هو اتاخد من ثلاث زوايا بثلاث اقلام. وما ادونيش فلوس في القلم لوحده يعني كمان. خدت فلوس تمثيل الاجر عادي مع القلم. خدتش في القلم. المفروض الواحد بعد كده يتفق يقول لهم في ضرب ولا ما فيش ضرب، يعني الحاجات دي. منورني والله. تسلم، ربنا يخليك. نورتوا. ربنا يخليك. استاذ حمدي، ممكن حضرتك تكلمنا عن بدايه حياتك؟ حتى اسوان ولا القاهره؟ عشان انا حياتي منقسمه لجزئين. لو في بورسعيد يبقى حاجه كويسه. اسكندريه كله. لا، انا بدات في مسرح الجامعه في اسوان في 2005. انا خريج اداب لغه عربيه. تمام. وبعد كده اشتغلت في مسرح قصر ثقافه اسوان، وبعد كده جيت القاهره. انتقلت هنا للحياه، قدمت في معهد فن مسرحيه، وبعد كده التحقت مركز الابداع الفني ورشه التمثيل مع استاذ خالد جلال. وعملنا عروض مسرحيه كتيره. بعد كده اتخرجنا في 2017 بعرض سلم نفسك اللي حضره رئيس الجمهوريه. تمام. وبعدها انضميت لورشه امين جمال في كتابه السيناريو، وشغالين مع بعض الحمد لله، عاملين عمل ناجح لحد دلوقتي. تمام، ربنا يوفقك يا رب. شكرا جزيلا. استاذ بقى محمد، عايزين نتكلم عن برضو البدايات، واول دورك كان ايه؟ اول ادوار حضرتك في البدايات خالص؟ لا بدايات خالص ديت، ما هو ده من زمان برضه قوي يعني. انا بمثل بقالي تقريبا 20 سنه، من 2001 وانا بمثل. فمن الاول خالص كده برضه زي ما حمدي ما بدا، اغلبنا بدا من المسرح، مسرح الجامعه. وبعد كده المسرح الاساس طبعا، مسرح الاساس المسرح، ومن المسرح الجامعه للمسرح بره، فرق مستقله نعمل عروض ونصرف عليها ونعرضها علشان نمثل وعشان نشتغل. لحد ما واحده واحده بقى يعني. اول حاجه يعتبر انا عملتها قصاد الشاشه كان حرمت يا بابا الجزء الثاني. كان بطوله حسن حسني الله يرحمه، وهناء الشربجي وميار الغيطي وانجل مقدم، عمرو رمزي. وعمرو رمزي كنت واحد من ابطال السيزون الثاني. بس وقعدت فتره بعدها بقى انشغلت في حاجات تانية بعيد عن التمثيل وبعيد عن الكتابه، لحد ما ابتديت ارجع تاني وامثل واشتغل واكتب والكلام. كلمنا بقى عن بيت عز. كان التجربه عامله ازاي؟ ده من احلى المسلسلات اللي انا كتبتها. كان كله احاسيس وكله مشاعر، وكان بنتكلم على موضوع حساس جدا، موضوع الام وفقد الام في البيت. فده كان موضوع يعني كان مسسنا كلنا، سواء الام موجوده او الام مش موجوده. فكان كل الناس حاسه بشجن واحنا شغالين. فالحمد لله المسلسل كان طالع بشكل حلو جدا. كتمثيل بقى كنت عامل صابر. ايوه صابر. صابر، لا الافيهات بتاعت صابر كانت الحمد لله يعني كانت عامله جو في المسلسل. المسلسل كله كان ماشي في سكه فيها دفى كده بالظبط، ورومانسيه وحزن لازم واحداث سخنه. بيطلع صابر هنا ملوش دعوه بالحكايه. بيطلع افيهين ثلاثه الحمد لله في كل ما بطلع بيعملوا حاله حلوه الحمد لله. استاذ حمدي، ممكن تعرفنا ايه الفرق بين الفن المسرحي والفن التلفزيوني؟ في التمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني، هو الموضوع يعني في قواعد ثابته او يعني معروفه جدا بشكل كبير عند الممثلين. تمام. من ناحيه ان المسرح الممثل بيبقى مواجه مباشره للجمهور، فبيبقى المشاعر واصله بشكل اقوى. تاني حاجة ان انت رياكشنات، والصوت لازم يبقى صوت عالي، الرياكشنات تبقى واضحة بشكل كبير. ودايما كانوا يضربوا المثل. تمام. بالست العجوزة اللي قاعدة في اخر كرسي في المسرح، فلازم تبقى سامعاك وشايفاك، فلو ما سمعتكش وما شفتكش يبقى انت في مشكلة عندك وكده. فبيبقى الاداء المسرحي فيه نوع من انواع المبالغة الى حد كبير.
سواء في الصوت وفي الرياكشنات، لان دي ده الوسيط المناسب للاداء ده. طبعا. الاداء التلفزيوني او السينمائي بيبقى الموضوع مختلف، لان انت الكاميرا بتبقى قريبه جدا من ملامحك، الكلوز والميديوم كلوز والحاجات دي كلها، فبيبقى طبعا. جايب لحد يعني انت لو رمشت فعينك باينه في الكاميرا، فدايما تبقى محتاج حاجه اسمها الاقتصاد في التعبير، ان انت تقتصد في المشاعر، في الرياكشنات، في تون الصوت، في الليفل نفسه وطريقه الاداء. فعلا طريقه الاداء الموضوع بيختلف لحد كبير، لان ابسط تعبير عندك في ملامح وشك الكاميرا جايباه، وده بقى اصعب كمان في الكاميرا في السينما، لان يعني السينما انت بتتفرج على شاشه كبيره جدا، فحتى لو انت في التلفزيون بتدي رياكشن معين، في السينما لازم تاخد بالك من ده اكتر. دايما كمان في قاعده في المسرح يقول لك ايه وانت شغال في المسرح، يقول لك اعتبر نفسك بتمثل لاخر واحده قاعده في اخر صف وست كبيره لا بتسمع ولا بتشوف، فلازم تبين رياكشناتك يكون واضحه قوي من غير افوره، ودي المعادله الصعبه فعلا في المسرح من غير افوره، والصوت برضه لذلك في ده برضه عشان نتكلم في حته برضه عشان ندي ناس حقها، في منطق كده برضه شائع، فكره ان الناس منتجين او مخرجين كتير ما بيحبوش الممثل المسرحي يجي يمثل تلفزيون، يقول لك ده هيجي افور لكن في الحقيقه يعني انا شايف ان ده مفهوم مغلوط بنسبه كبيره، لان معظم عتاوله التمثيل دلوقتي مسرح اصلا، يعني جايين من المسرح، وفكره ان انت تعرف توازن او تعرف تظبط الاداء ده بيبقى توجيه، يعني لو عدى بس من اول مره خلاص الموضوع انتهى، لكن انت لا يعني لا طبعا معظم المواهب الاساسيه جايه من المسرح عندنا، والمسرح بيكسبها تقل بيخليهم فاهمين بيعملوا ايه. طيب بالنسبه للكتابه نرجع للاستاذ محمد، الكتابه هل شايف ان نوعيه السكريبتات اللي تتكتب، احنا الحلقه بتاعتنا كوميديا الاجيال، هل شايف ان الكوميديا دايما بتبقى اصعب حاجه انك تكتب، صعب ان انت تضحك انسان، دي مش سهله خصوصاً مع الدنيا ومع الضغوطات اللي احنا فيها، انت شايف هل كل جيل ليه الكوميديا بتاعته المختلفة؟ طبعاً الكوميديا بتتطور، الكوميديا بتاعة نجيب الريحاني مختلفة عن بتاعة اسماعيل ياسين، عن بتاعة أشرف عبد الباقي، عن بتاعة أحمد حلمي، هو كل جيل بيجي بيحصل، هو احنا الكوميديا نفسها مش بتتطور بنفسها، لا هو عشان المجتمع نفسه بيتغير، فالمجتمع لما بيتغير الكوميديا بتتغير معاه، والمأساة بتتغير معاه، احنا كل شويه بنشوف حاجات. السوشيال ميديا، وجود السوشيال ميديا دلوقتي في حياتنا خلى مش موضوع مهم جدا، خلى دلوقتي بقى احنا ممكن نفتح، عايز تضحك شويه افتح الفيسبوك هات الفيديوهات قلب شويه هتضحك. بالظبط بالظبط، هتبقى فاصبح ان انت سقف توقعات الجمهور في الضحك بقى عالي، وبقى بيقارن المسلسل او الفيلم بالفيسبوك وبالانستجرام، وده مش حقيقي طبعا. طب بالنسبه للكوميديا ايه اكتر دور حسيت فيه ان هو اقرب الادوار لقلبك زي ما بيقولوا، حسيت فعلا ان انت طلعت كل اللي جواك من ناحيه كوميديه؟ والله الحمد لله، يعني انا دايما باخد صلاح يعتبر ما كانش فيه كوميديا قوي، يعني كان بيبقى يعني ممكن اقول حاجه لايت خفيفه كده، انما لا الدور الكوميدي بجد كان صابر في بيت عز. صابر طبعا، مختلف فعلا. استاذ حمدي برضو ايه اكتر دور حسيت ان انت طلعت كل اللي جواك قدرات تمثيليه؟ هو اكيد ما فيش دور لسه وصلنا ان احنا اقول انا طلعت كل قدراتي. طب اقرب الادوار لقلبك؟ هو اقرب الادوار هو اخر دور خيري في الحرير المخملي، لانه هو شخصيه بناها يعني شخصيه ملامحها واضحه بالنسبه لي، من النوعيه اللي بحبها في حته دايما الجمهور يحب الشخصيه المكروهه، الشخصيه اللي تكرهك فيها وبعد كده تكتشف ان انت ظلمتها، لا ده في عنده حته كويسه برضو، فاحنا ربنا يكره الناس فيك يا حبيبي زياده ان شاء الله، احنا بنلعب على الحته دي، ربنا يزيدك كره. انا عجبني الكاركتر لما اتبنى ان هو بيلعب في المنطقه دي، فالكاركتر يعني او الشخصيه شكلها كان لطيف مؤثره الى حد ما في خط درامي، مش مساحتها مش كبيره ومساحتها مش صغيره، بتلعب قدام البطله داليا مصطفى، فكان كان في يعني الاداء التمثيلي مع داليا كان يعني كان مختلف جميله يعني. طب ده اللي فات الجديد بقى، هل ايه الجديد؟ الجديد احنا حاليا كتمثيل لسه
يعني انا مركز اكتر دلوقتي في كتاب. في الكتابه اكتر يعني انا برضو لحد يعني من ساعه ما دخلت في مجال كتابه السيناريو كان تركيزي الرئيسي في كتابه السيناريو. الدور ده جه كده يعني واحنا بنكتب المسلسل ربنا يكرمك سبحان الله زي بيت عز بالظبط كلها رسالة بس يعني ان شاء الله اللي جاي يبقى فيه اهتمام برضو في ان انا ما افقدش طريقه التمثيل لان هو بالنسبه لي هو الهدف الرئيسي يعني بالظبط. فان شاء الله الفتره الجايه ربنا يكرم في الجاي باذن الله. استاذ حمدي ممكن اتفضلي استاذ حمدي ممكن تكلمنا عن شغل حضرتك مع الفنان العظيم خالد جلال؟ استاذ خالد جلال تجربه حياتيه يعني لما جيت قدمت في مركز الابداع الفني ما كنتش متخيل انها تقبل لان انا قدمت في 2010 كان في الافات مقدمين وانا جاي من اسوان راجل يعني لسه بقول بسم الله في القاهره فمش متخيل ان ممكن اتقبل ولكن كان كرم من ربنا ان انا دخلت مركز الابداع وكانت تجربه مختلفه تماما في المسرح لان انا في اسوان الموضوع مختلف لحد كبير النشاط المسرحي اللي موجود قصور الثقافه نوادي المسرح الحاجات مسرح الجامعه وبرضه مسرح الجامعه مسرح الجامعه دايما المسرح مختلف عشان الوقت سبق خدنا قوي عايزين نعرف من الفنان الجميل محمد مسعد ايه الجديد يا ترى معاك الجديد والله احمد خليل انا الجديد سامع كلام كده الإيه؟ مع الفنان احمد خليل وكده فنان احمد خليل فنان احمد خليل الله يرحمه قصدي عمالين يعملوا لي الجديد الجديد انا مش هروح ان شاء الله شنو اروح بعد الشهر لا ايه الجديد ان شاء الله في اللي هتقدمه سواء كتابه او تمثيل والله ربنا يسهل احنا بنحضر يعني سواء كتابه احنا بنحضر لاكتر من حاجه احنا دايما بنبقى بنحاول ان احنا حتى لو مفيش حاجه احنا اوريدي شغالينها لهدف معين عشان يعني هتتذاع على طول فاحنا اوريدي بنبقى شغالين بنحضر نفسنا بنجهز افكارنا ونرتبها علشان وقت ما يطلب مننا حاجه تبقى موجوده تمام وتمثيل ان شاء الله قريب يعني ان شاء الله يعني بنتكلم في ان شاء الله في تفاصيل ان شاء الله احنا الوقت خدنا معلش وان شاء الله لينا حلقات تانية وبجد نورتوني وشرفتوني بجد الف شكر ليكوا صباح الفل صباح الفل ميري شرفتيني وكنت سعيد ان انا كنت معاك في الحلقه دي والله وسعداء اتشرفنا بالاستاذ حمدي والاستاذ محمد ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله باذن الله يعني تشرفوني يا ريت ان شاء الله الف شكر باذن الله هنا ينتهي وقت حلقتنا وان شاء الله يوم الاحد الجاي في نفس الميعاد مع برنامج اصحاب السمو.